هوية بريس نحو إعلام هادف. بعد حادثة التحرش الجنسي التي حصلت بطنجة والتي قام بها مجموعة من الشباب القاصرين وكانت ضحيتها شابة مراهقة، انبرت بعض الأقلام والأصوات للركوب على هذه الحادثة وكيل التهم لدعاة العفة وحراس الفضلة، وكأنهم هم المسؤولون عن هذه الحادثة الفاضحة، وانبروا على إثر ذلك لتقديم حلول واقتراح علاجات لهذه الظاهرة ومثيلاتها في المجتمع المغربي. هذه الحلول التي تبقى دائمة في مقاربتها قاصرة نظرها على زاوية واحدة، وهي الزاوية العلمانية المادية المبعدة في استيراد قيم التعري والتفسخ والانحلال. ولهذا نجدهم يصفون الشابة المتكشفة بالمتصالحة مع ذاتها، وأنه يجب حمايتها وإحاطة حريتها بسياج الأمن والأمان دون النظر إلى باقي الزوايا. نعم، التحرش موجود منذ القدم، لكننا نتكلم عن حوادث متكررة لهذا السلوك المنحرف لا عن أحداث معزولة لا تكاد تحصى. إن أكبر صانع ومغذي لهذه الظاهرة هو التعري الفاضح الذي يتنافى وقيمنا المجتمعية والدينية المغربية القائمة على الحشمة والحياء والستر والعفف منذ مئات السنين. فكيف يراد لظاهرة دخيلة على المجتمع وليدة فيه تتغدى على قيم الغرب وثقافته أن تصير هي الأصل؟ فكل المحللين العلمانيين سيجدون أن أمهاتهم متسترات، فإن لم تكن أمهاتهم فجداتهم باليقين. فعمر التعري في الشارع العام في المغرب لا يجاوز 100 عام، بل إن الغرب كان إلى عهد قريب متسترا. فقد أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي نساء بريطانيا عام 1901 وهن محتشمات بلباس أكثر احتراما من كثير من متحجبات العالم الإسلامي اليوم. فمن الأصيل ومن الدخيل؟ لا على المغرب والعالم العربي فقط، بل على البشرية جمعا. على أننا لا نخلي مسؤولية الإنتاجات الفنية التي تدخل بيوت المغاربة عن طريق التلفزيون الرسمي من أثر كبير في هذه الواقعة ومثيلاتها. وكمثال على ذلك، حين يخرج الممثل سعيد باي صاحب فضيحة فيلم الزير وكشف جسمه كاملا من الخلف في دور تشخيصي آخر ساقط ليتغزل بالمؤخرات ويصف بلغة دارجة ووقاحة منقطعة النظير أنه يتمنى أن يموت مختنقا بين إليتي الفتاة، فإن النتيجة الحتمية لمثل هذه الزبالة العفنة الوسخة المحسوبة على الفن هو ما رأيناه في واقعة طنجة من تسارع مجموعة من الشباب القاصرين لرفع ما يقي من لباس قصير لشابة تمر في وضعية غير مقبولة. ولم نسمع كلمة واحدة من الإعلام استنكارا لهذه السفالة وبيانا لخطرها على المجتمع. إن إعلامنا وإنتاجاتنا السينمائية والتلفزية والمسرحية مع الأسف تؤدي وظيفة وضيعة خدمة للصهيونية العالمية في مجال إفساد المجتمع المغربي المسلم وتلويث فطرته وجره نحو أتون التفسخ والانحلال والرذائل. وقد كشف هنري فورد في كتابه اليهودي العالمي عن مقصد اليهود من تدمير القيم، فقال إن اليهود من أجل تحقيق غاياتهم قد سيطروا على السينما لتقديم مفاهيمهم المسمومة وشركات الملابس والأزياء والعطور وسواها من مستلزمات الموضة. فكلما غيروا أنماط الموضة زادت النساء شراء وإنفاقا وتسربت الأموال إلى جيوب اليهود، وهم يحققون أيضا قتل الأخلاق ويشيعون التفسخ وينشرون الشهوات. فالملابس القصيرة ابتكار يهودي، فقد رفعوا أزياء النساء فوق الركبة ليزول الحياء وتنتشر الرذيلة ويشيع الاختلاط غير البريء بين الشباب والفتيات وتضيع طهارة الفتاة وتنهدم الأسرة وتنتشر الأمراض الجنسية ويبتلى الأطفال وينشأ جيل ضائع موبوء مريض. وعليه فقد آن الأول لتفعيل القانون في هذا الباب، حيث ينص الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي على أن من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارة أو الأفعال يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من 120 إلى 500 درهم. إن الإسلام حرم التحرش بالمرأة لدخوله في العدوان عليها، وقد جاء في الحديث المتفق على صحته كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقد وقعت في زمن النبوة واقعة تحرش، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها وعامله بشدة ومنعه من مبايعته صلى الله عليه وسلم. فعن أبي سهم قال: مرت بامرأة فنظرت إليها فجذبتها جذبة، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد وهو يبايع الناس، فنظر إلي فقال: ألست صاحب الجذبة بالأمس؟ قلت: بلى يا رسول الله، لا أعود. قال: فبايعني. ومهما بلغ التعري من درجة فهو لا يسوغ أبدا التحرش ولا يشرعنه ولا يعتبر وسيلة مقبولة للحد منه. فكلا التصرفين خطأ، وينبغي تضافر جهود الأسر والمؤسسات التعليمية والإعلامية الغيورة على هذا الوطن وعلى قيمه وأبنائه ومستقبله للقضاء على كل سلوك منحرف، سواء التعري أو التحرش أو غير ذلك. والله الهادي إلى سواء السبيل. هوية بريس نحو إعلام هادف.